حددت بلدية أبو ظبي مدة 6 أشهر لأفراد المجتمع لتسوية مظلات السيارات الواقعة خارج حدود المنازل، حيث سيتم إخطار أصحاب المظلات المخالفة والعشوائية من قبل مفتشي البلدية من خلال حملة توعوية وتثقيفية، وسيتم وضع ملصقات إخطار بذلك لأصحاب المظلات. تم تخفيض قيمة الترخيص من 2000 درهم إلى 1000 درهم، وقيمة تجديد الترخيص صارت بدل كانت 500 صارت 200 درهم. وحول اشتراطات تركيب المظلات، أوضحت بلدية مدينة أبوظبي أنه لا يجوز إقامتها خارج حدود القسائم السكنية إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم من البلدية، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المطلوبة. وتدعو البلدية أفراد المجتمع إلى التجاوب معها في الحد من المظلات غير المرخصة والمشوهة للمظهر العام، وذلك تجنبا لتعرضهم إلى تحرير مخالفات. تبدأ من 1000 درهم إلى 10,000 حسب نوع المواصفات أو المخالفات اللي واردة في المظلات. وتأتي هذه الخطوة سعيا من بلدية مدينة أبوظبي نحو الحفاظ على سلامة المجتمع والقاطنين وعدم استغلال المساحات دون ترخيص رسمي من البلدية.